بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عالم آمال. اليوم إن شاء الله بغيت ندير لكم موضوع على قاعة الحفلات أو صال دي فات. بغيت نقول كل واحد عنده قاعة الحفلات يروح يدير إن سوبيير ويدير فيها مجموعة تاع لي بول على حسب المجمع تاع العدد اللي يحطه في الطاولة تاع النساء أو الرجال. كيما دروك أنا هاي الطنجرة تاعي والكيكوطة تاعي طيبت الحريرة، هاد الملعقة اللي غادي ندوق بها الحريرة ما نعاودش هي نفسها اللي نعاود ندوق بها المرة الزوجة، نعاود نجيب ملعقة جديدة كيما راكم تشوفوا، على خاطرش هذاك اللعاب نتاعي حشاكم نعاود ناكل به ونعاود نلوحه في الكيكوطة راهي مضرة ونضر به الصحة تاعي والصحة تاع العائلة تاعي. مالي مين ندوق؟ عندي هنايا دقت بالمغرفة الأولى ودقت بالمغرفة الزوجة نعاود نغسلهم، لاخاطش هذاك اللعاب راه مين يطيح في الأكل راه يضر بالصحة نتاعكم، يدير لكم السطر في الكرش وما تفهموش منين جاكم هذا السطر، تبداو تقولوا يا أخي ما كليتش الماكلة تاع برا، يا أخي ما كليتش حاجة اللي تضر، وهو هذا هو الحاجة اللي تضر. هذا غير الانسان اللي في داره كيما دوك انا في داري وممنوع لي ندوق بهاد الملعقه ونعاود نفسها نعاود اللوحه في الطنجره او الكيكوطه. ما بالك في قاعه الحفلات من يديروا لنا طبسي تاع الجاري او صحن تاع الجاري، نكونوا حنا في خمسه وكل وحده باللعاب تاعها وشنفاتها بالحمير او الغوجاليف، كيف حنبوكم كل هذيك الامراض نبداو حنا ناكلوا مع بعضنا نفس اللعاب نفس لا ماشي كيما هكا. واحد يكون واقعي ويهضر بصراحه وما يقولش انايا هاك ولا هاك، شويه كيما هكا كل واحد ولو بول تاعه. قولك الصح يعجبوني العرسات في وهرن اللي حضرتهم، كل واحد ولو بول تاعه يحطوا لك لا سوبيير وسربي كيما بغيتي، كل واحد والملعقه نتاعه. علاه يديروا لنا الامراض كيما هكا وبشين؟ انا في نظريه وصحيا هذه خطا في قاعة الحفلات يحط لك طبسي تاع الجاري، أيوا روحوا كلوا كاع كيما راكم منه، نفس الملعقة الأخرى فمها كي داير من الداخل وأنا فمي كي داير من الداخل والأخرى تاني ماشية أنورمال. هذه ختي كل واحد اللي بغى يحل قاعة الحفلات في الحق في الحق الدولة، أنا هنا من هاد القناة تاعي نقول للدولة كيما راهي قاعة الحفلات دير كل واحد ولو بول تاعه، بزايد من المشاكل ومن الأضرار الصحية.